بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب سنن الترمذي للإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى الضحاك البوغي الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، في آخر كتاب السنن كتاب العلل، وهو كتاب العلل الصغير، ألحقه بالسنن المجلس الرابع في هذا الكتاب، وهو كتاب العلل، وهو المجلس الرابع والأربعين بعد الأربعمائة من أول ما بدأنا في السنن. قال: حدثنا أبو بكر عبد القدوس ابن محمد قال حدثني أبو الوليد قال سمعت حمادة ابن زيد يقول: ما خالفني شعبة في شيء إلا تركته. يبقى حماد ابن زيد كان بيوثق شعبة في الحفظ والضبط أكثر من نفسه، لدرجة يقول إيه: لو خالفني في شيء أصدقه على طول. ليه؟ لأنه كان يرى أن شعبة أوثق منه ضبطا وأكثر منه ضبطا. وعن أبي قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو داود قال شعبة، وشعبة اللي هو شعبة بن الحجاج، قال عنه سفيان الثوري أنه أمير المؤمنين في الحديث، لدرجة أن سفيان نفسه كان إذا خالفه أحد لا يأخذ مخالفة أحد، لكن لو خالفه شعبة يرجع لشعبة، ويقول: ما أبالي أن خالفني أحد، ولو خالفني شعبة لرجعت إليه، لأنه كله كان يعتبر أن شعبة ده أكثر الناس ضبطا في الرواية، وإن كان سفيان الثوري أفقه من حيث الفقه واستنباط الأبواب. سفيان الثوري كان صاحب مذهب زي الإمام الشافعي كده، مجتهد يعني، فكان صاحب أبواب، أبواب يعني إيه؟ صاحب فقه. فكان سفيان الثوري أفقه، وشعبة ابن الحجاج كان أدق وأضبط في الرواية. قال أبو بكر قال أبو بكر: وحدثني أبو الوليد قال لي حماد ابن سلمة: إن أردت الحديث فعليك بشعبة، من حيث ضبط الرواية. وعن أبي قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو داود قال شعبة: ما رويت عن رجل حديثا واحدا إلا أتيته أكثر من مرة. ده من شدة تثبته، يعني مش يروح للشيخ ياخد منه الحديث وخلاص ويمشي، لا، ده لو خد منه الحديث يروح له تاني عشان ياخد نفس الحديث، ويروح له تالت عشان ياخد نفس الحديث، عشان يتأكد أولا من ضبط الشيخ، ويتأكد هو مما أخذه من الشيخ. وده يدلك على أن الضبط والتوثيق في العلم لابد من إيه؟ من الذهاب للشيوخ مرات عديدة والمواظبة على ذلك، مش مجرد تكتفي كده تسلم على الشيخ تجزني يا عم الشيخ أجزتك يا والدي استنك مروح، دي أضعف حاجة، لأن لو مخك فيه شبهة هيفضل الشبهة إيه؟ لكن لابد من الجلوس مع الشيخ حتى تدري وتفهم وتفقه من الشيخ ما يقول، فاهم؟ لأن الحكاية رواية ودراية، الرواية اللي هو ضبط الرواية والألفاظ والأسانيد، طب والدراية هو فهم الرواية، وإحنا الآن نعاني من الفهم وسوء الفهم. لكن للأسف تطلع موضة كل واحد يبعت لي على النت على الواتس، ممكن تبعت لي إجازة من العراق ومن كندا ومن فرنسا وهو ما شافنيش ولا أنا شفته، طب وبعدين هستفيد إيه؟ أجازتك، طب وبعدين هو استفاد إيه؟ طب ما هو جهله هو زي ما هو ما تغيرش، بس الحكاية إنه هيقعد كده واجهة أمام الناس يقول أنا أجازني فلان، طب ما انت كده هتاخد كبر على الفاضي، تقعد بالوجاهة امام الناس بلا وجاهة، وجيه بلا وجاهة، وشهادة بلا علم، طب وبعدين مش هنوصل لحاجة، فهم؟ فغلط
طريقه الاجازه عن بعد دي انا لا اقرها الا لواحد يكون قابل الشيخ من زمان وجلس معه وما اخذش منه الاجازه، فيقوم يتصل بيه ويقول له انا كنت عندك من عده سنوات فاجزني، يجيزه لانه هو عارف الشيخ وقعد معاه والتقى بيه وسمع دروسه. فاهم؟ لكن دلوقتي ساعات بعض الناس بتسمع دروسنا على النت مثلا ومتابعه بقاله سنوات، ده نجيزه لانه فهم. فهمت ازاي؟ طالما مش فوتوشوب بيسمع الدرس ومتاكد ان ده كلام الشيخ، مش جايبين راس الشيخ على جسم شيخ تاني ويقول لك كلام غير اللي بيقوله الشيخ، لازم نتثبت كمان. دلوقتي بقت في خدع وساعات يحصل لك فوتوشوب وساعات تسمع بعض المعلومات مش المعلومه كامله. يقطع لك كلام الشيخ، يجيب لك دقيقتين ويكون الشيخ في الدقيقتين دي بيعرض راي المخالف. ويقول لك ده راي الشيخ، وهو الشيخ لسه بيعرض راي المخالف اللي هيرد عليه. وينسب للشيخ ان ده قوله، الشيخ ما بيقولش كده. ده الشيخ لسه بيعرض قول المخالف وبعدين عايز يرد عليه، يروح جايب لك ايه؟ مقطع براي المخالف اللي بيورده الشيخ على ان ده راي الشيخ. كل ده مش تثبيت في الروايه. فلابد اذا كنت انت هتاخد بقى عن طريق النت تستوثق، واخد بالك ازاي، ويكون الدرس كامل مش مقطوع. ما ينفعش ان انا اسمع من درس ساعة اسمع منه 10 دقايق واقول ده رأي الشيخ. فهمت بقى؟ كل دي لازم الواحد يضبط الحكاية. شوف سيدنا شعبة يروح للشيخ وياخد منه الحديث والشيخ موثوق. شعبة ما كانش يروح الا لمين؟ لأكابر عصره. مش هيضيع دقته ده. ده بيروح لأكابر أكابر عصر. وبالرغم من كده ما يكتفيش بمرة. يروح مرة ويروح التانية. خد منه 50 حديث يروح له 50 مرة. خد منه 100 حديث يروح له 100 مرة. يروح له بعدد الأحاديث اللي خدها منه، شوف قد إيه، عشان كده بلغ مبلغ كبير سيدنا شعبة بن الحجاج في عصره، سموه أمير المؤمنين في الحديث. بسبب الحكاية. بسبب شدة توثيقه وشدة ملازمته للشيوخ وعدم تسرعه. فهنا بيقول إيه سيدنا شعبة؟ قال شعبة: ما رويت عن رجل حديثا واحدا إلا أتيته أكثر من مرة، والذي رويت عنه 10 أحاديث أتيته أكثر من 10 مرات، والذي رويت عنه 50 حديثا أتيته أكثر من 50 مرة، والذي رويت عنه 100 أتيته أكثر من 100 مرة، إلا حيان الكوفي البارقي، فإني سمعت منه هذه الأحاديث ثم عدت إليه فوجدته قد مات. ده بيبين لك ان علماء الحديث كيف بذلوا جهد كبير ايام ما كان السفر بالاقدام وكانت المسافات صحاري وقفار، كيف ان الكلمة دي قضى فيها عمر ازاي وعانى فيها سفر ازاي. ما كانش بقى بيركب عربية مكيفة ولا ياخد طيارة وينزل مش عارف ايه ويروح يقابل الشيخ وتنه راجع كده والناس بتهويله. ده كان ممكن عشان يروح للشيخ ياخد له اسبوع وعشر ايام، عشان يقعد مع الشيخ نص ساعة ياخد له اسبوع سفر. شوف قد ايه، ويرجع تاني. عشان تعرف ازاي ربنا سبحانه وتعالى سخر لهذه الأمة هذه الهمم علشان يحملوا لنا كلام النبي رضي الله عنه وارضاه. وبعدين يجي بعد كده السفهاء في آخر الزمان يعيبوا في الأسانيد ويعيبوا في الرجال ومجريانين الجهد اللي بذل. ولا هذه الهمم العالية. والواحد فيهم كان لا يصلح ان هو يمسح نعم واحد من هؤلاء العلماء اصلا، ولكن للاسف. وعنه به قال: حدثنا محمد بن اسماعيل، ده الامام البخاري، محمد بن اسماعيل ده الامام البخاري، قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا ابن مهدي قال سمعت سفيان يقول: شعبه امير المؤمنين في الحديث. ده سفيان الثوري. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سمعت يحيى بن سعيد يقول، يحيى بن سعيد القطان يقول: ليس أحد أحب إلي من شعبة ولا يعدله أحد عندي، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. قال علي: قلت ليحيى: أيهما أحفظ الأحاديث الطوال، سفيان أو شعبة؟ قال: كان شعبة أمر فيها. قال يحيى بن سعيد: وكان شعبة أعلم بالرجال. يقصد هنا: وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان، إذا خالفه في الحكم الفقهي، لأن سفيان كان أفقه، لكن شعبة كان أروى
يعني أكثر رواية وأدق ضبطا في الألفاظ، لكن سفيان كان أكثر فهما واستنباطا للأحكام. قلت ليحيى: أيهما أحفظ للأحاديث الطوال، سفيان أو شعبة؟ قال: كان شعبة أمر فيها، يعني قولها على طول كده ما يتلكلكش. قال يحيى بن سعيد: وكان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان، اللي هي الأسانيد، علم الأسانيد. وكان سفيان صاحب أبواب، يعني صاحب أبواب فقه. فهمت بقى الفرق؟ يبقى ده مقدم في الرواية وضبط الإسناد وضبط الرواية والألفاظ، ده شعبة. وسفيان مقدم في فهم الأبواب وتصنيف الأبواب الفقهية على الرواية. وعنه قال: حدثنا عمرو بن علي قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: الأئمة في الأحاديث أربعة: سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وحماد بن زيد. ودول الأئمة دول، حماد بن زيد كان يقول إيه؟ إذا خالفني شعبة رجعت لشعبة. شوف بقى لما يبقوا الأئمة بيرجعوا لشعبة. وعن أبي قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: سمعت وكيعا يقول: قال شعبة: سفيان أحفظ مني. كل واحد بيهضم حقه، يعني شو سفيان يقول شعبة أحفظ مني، وشعبة يقول سفيان أحفظ مني، مش واخد في نفسه ألم يا دول حفظ له الأربعين النووية، يقول لك أنا بقيت محدث الشام ومحدث مصر ومحدث العراق. هو يمكن لما تيجي تتسمع له الأربعين النووية ما يعرفش يقولها على بإسنادها، يقولها يا رب باسم الصحابي، يعني تسرع. قال شعبة: سفيان أحفظ مني، ما حدثني سفيان عن شيخ بشيء فسألته إلا وجدته كما حدثني. سمعت إسحاق بن موسى الأنصاري قال: سمعت معن بن عيسى القزاز يقول: كان مالك بن أنس يشدد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الياء والتاء ونحوها. يعني النبي إيه؟ يعني في حديث النبي يشدد في الياء والتاء، يعني يقول مثلا: يبصرون ولا تبصرون، ولا تعملون ولا يعملون، يعني شد، مع انها مش هتفرق في المعنى، لكن كان يشدد، عايز يجيب اللفظ بالضبط. وعن ابي قال: حدثنا ابو موسى قال: حدثني ابراهيم بن عبد الله بن قريم الانصاري قاضي المدينه قال: مر مالك بن انس على ابي حازم وهو جالس فجازه. ابو حازم قاعد جالس بيروي الحديث، سيدنا مالك بن انس مر عليه وهو واقف، فمرضاش يقعد، مشي جازه. فقيل له: لم لم تجلس؟ لما لم تجلس؟ فقال: اني لم اجد موضعا اجلس. كان عليهم زحام، كان بعض العلماء دول في الزمن الروايه كان يبقى يحضر له 40,000 و30,000 و70,000، وما كانش فيه ميكروفونات، لدرجه ان كان فيه وظيفه انقرضت بعد الميكروفون، وظيفه المستملي، على كل 10 صفوف واحد واقف، الشيخ يسمع يقول، يقوم ده يسمع، يقوم يبلغ. الشيخ يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الراجل اللي على بعد العصر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه، يقوم الثاني يلقط منه، المستملي الثاني على بعد 10 صفوف، قال رسول، لدرجة إن بعض المجالس يبقى فيها 70 مستملي. تصور بقى، أنت متخيل العصر ده كان فيه قد إيه نشاط علشان يجمع لك كلام النبي. فسيدنا الامام مالك ابن انس عدى، واخد بالك، على ابي حازم وهو جالس فجازه، ما رضاش يقعد. قالوا له: طب ليه ما قعدتش تسمع؟ ده انت مهتم بالحديث وده علامه كبير، ليه ما مشيت؟ فقيل له: لما لم تجلس؟ فقال: اني لم اجد موضعا اجلس من شده الزحام اجلس فيه، وكرهت أن آخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم، من باب الاحترام، مش عايز ياخد العلم إلا وهو مطمئن، خايف ياخده وهو واقف مع الزحام يختلط عليه لفظ يقوم يروي غلط. فقال إيه؟ يعني علم غير موثوق قلته أحسن. السلام عليكم. شفت بقى دقة العلماء؟ عشان كده الإمام مالك كان معروف في عصره، كانش ياخد الحديث إلا وهو في إيه مطمئن. كان حتى لما يجي يروي الحديث، مرة كان قاعد معاهم بيسألوه أسئلة فقهية، قاعد يجاوب ويتسأل ويجاوب، وبعدين قالوا له: عايزينك تكلمنا في الحديث.
قال لهم طب خليكم مكانكم. دخل اغتسل ولبس احسن ثياب وتطيب وبخر المكان وعمل كل الاحترام اللي ايه لمجلس الحديث. ثم ولدرجه ان بعض مجالس الحديث لقوه هو بيروي الحديث يتألم، وبعدين يروي تاني ويتألم، وفي الاخر بعد ما خلص المجلس بيشوفوا لقوا عقربه كانت بتقرصه، وهو ما رضاش يقطع الحديث علشان ايه احتراما للحديث، قرصته 16 مره في احد المجالس. يعني كانوا يوقروا كلام النبي وعارفين قيمه الكلام اللي بيقولوه. فاهم؟ كان جيل بهذه الصوره. عشان كان نفضل الامه طول عمرها ليوم القيامه اما نيجي نذكرهم نقول رحمه الله رضي الله عنه نترد عليهم. ويجي السفهاء يعيبوا فيهم. من عدا لي وليا واحدا فقد اذنته بالحرب. ودول كانوا ايه؟ دول مئات من الاولياء العباد الزهاد الصادقين المحبين للنبي الموقرين لسنته. يعني ازاي يستسهل سفيه من سفهاء هذا العصر انه يعيب في هذا الجيل الشامخ الذي لا يتكرر في امه من الامم؟ يعني امه المسلمين تفخر بان هذا الجيل منها، لان ربنا حافظ الدين بسببه. وعنه به قال حدثنا ابو بكر. يعني هو مش عايز ياخد الحديث تكاوي. عارف انت حديث ياخده تكاوي يجي يقف كده على باب البتاع وبعدين يسمع كده كلمتين ثلاثة وبعدين انت واخد الشبشب ومشي، ويفتكر نفسه انه كده خد علم. خد علم ده خد ألم، لأنه خد ألم في نفسه. يعني ايه؟ يعني ظن انه علم شيء وهو لم يعلم شيء، غابت عليه أشياء. وعنه به قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قال يحيى ابن سعيد مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي من سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي. يبقى في بعض السلاسل أقوى من بعض السلاسل في الأسانيد. في سلاسل أقوى من سلاسل، لدرجة تقول لك السلسلة الذهبية لفلان كذا والسلسلة الذهبية لفلان كذا. هي من حيث إيه؟ من حيث الوثوق في الرواية. قال يحيى ما في القوم أحد أصح حديثا من مالك بن أنس، كان مالك إماما في الحديث. قال سمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل كان يعني يوقر سيدنا يحيى بن سعيد القطان توقير شديد في الحديث، لدرجة أن يقول ما جلست بين يديه من شدة هيبته. يعني كان لما يجي المجلس بتاعه عشان ياخد منه الحديث يقعد مع المجلس ساعة اتنين تلاتة الإمام أحمد بن حنبل واقف ساعة اتنين، مع إنه في مكان يقعد من شدة هيبة يحيى بن سعيد القطان مش قادر يقعد. واخد بالك؟ يعني شوف بقى أنت الأئمة لما الإمام أحمد بن حنبل يقول كده على واحد، والإمام أحمد بن حنبل ما أدراك من هو أحمد بن حنبل، عشان تعرف بس إيه موازين الرجال. يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان، يعني في الحديث والرواية. لأنه هو إيه؟ لما شاف الإمام الشافعي قال الإمام الشافعي كالعافية للبدن وكالشمس للأرض. شوف، لأنه من حيث الفقه أعجب قوي بالإمام الشافعي من حيث فقه. وكان يقول للإمام الشافعي أنت الطبيب ونحن الصيادلة. يعني إحنا الصيادلة نجيب لك أحاديث النبي أدوية وأنت تستعملها، تعرف تستعملها إزاي. يعني كانوا يعرفوا قيمة بعض. كانوا رجال يعرفوا قيمة بعض رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم تحجبهم المعاصرة عن قيمة بعضهم البعض. لأن المعاصرة حجاب، ساعة ما يبقى واحد معاصر واحد يقول لك يعني ما كان معايا في الفصل زيي. فهمت ازاي؟ طول ما هو معاصرين لبعض فالمعاصرة حجاب. بالرغم من كده، بالرغم حجاب المعاصرة، إلا أنهم برضو قدروا يعرفوا إيه يعني موازين الرجال في عصورهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. قال أحمد بن الحسن. وسئل أحمد بن حنبل عن وكيع وعبد الرحمن بن مهدي قال أحمد وكيع أكبر في القلب وعبد الرحمن إمام. عبد الرحمن بن مهدي وكيع أكبر في القلب يعني أوسع حفظا، يعني حافظ أكثر.
يبقى اكبر في القلب يعني اوسع حفظا في الصدر يعني. وعبد الرحمن امام لانه عبد الرحمن بن مهدي كان يحفظ ويكتب. شفت بقى سيدنا يحيى بن سعيد القطان قد ايه كان هيبته عند الامام احمد بن حنبل لما جاء الامام الشافعي وراح العراق واحمد بن حنبل بقى يلازم الامام الشافعي. فمره وصل ليحيى بن سعيد القطان ان احمد بن حنبل خرج يسير بجوار حمار الشافعي والشافعي يركب الحمار وهو يحدثه. فيحيى بن سعيد القطان بيقول لاحمد بيلومه يعني كان الاولى بك ألا تتكلم في العلم وأنت تسير وهو راكب الحمار، انتظر حتى يجلس. قال والله لو كنت معي لسرت في الجانب الآخر لكان أفيد لك من الحمار. ده دليل إيه؟ إنه ما كانش يضيع أي لحظة من وجوده مع الإمام الشافعي إلا إيه؟ ويتابعه في العلم إعجابا برأيه وفهمه وعقله رضي الله عنهم جميعا. كل دول كانوا معاصرين لبعض، الامام الشافعي، يحيى بن سعيد القطان، احمد بن حنبل، كل دول سفيان الثوري، سفيان بن عيينه، كل دول كانوا في عصر واحد رضي الله عنهم وارضاهم. عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي وسبب كتاب الرساله للامام الشافعي. عبد الرحمن بن مهدي هو اللي بعت للامام الشافعي وقال اكتب لنا في الناسخ والمنسوخ وفي اداب الروايه وغيره وغيره، فكتب له الكتاب وارسله اليه فسمي الرساله عشان كده. ارسله لعبد الرحمن بن مهدي. لما اطلع عليه عبد الرحمن بن مهدي واطلعه ليحيى بن سعيد القطان والامام احمد بن حنبل، فكان يحيى بن سعيد القطان يقول ما صليت صلاه الا وفي سجودي دعوت لمحمد بن ادريس. اعجابا بايه؟ بكتاب الرساله رضي الله عنه وارضاه. قال سمعت محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان الثقفي البصري يقول سمعت علي بن المديني يقول لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى أحدا أعلم من عبد الرحمن بن مهدي. علي بن المديني ده الإمام البخاري كان يقول إيه؟ لم يرى مثل نفسه، يعني مقامه عالي قوي. علي بن المديني طول عمره قاعد في وسط العلماء الأكابر الكبار قوي، بيقول لم يرى مثل نفسه، محدش زيه. فهمت إزاي؟ يعني شوف بقى سيدنا بقى علي بن المدينه بيقول ايه؟ بيوثق سيدنا عبد الرحمن ابن مهدي. عبد الرحمن ابن مهدي يقول ما قرات الرساله الا ودعوت للشافعي. درجات علم فوق بعض. فبيقول علي بن المدينه يقول لو حلفت بين الركن والمقام، الركن اللي هو ركن الحجر، والمقام مقام ابراهيم كان ملاصق للكعبه. بعد باب الكعبة المكان ده بيسموه الملتزم، يعني مكان فيه الدعاء مستجاب. فبيقول لو حلفت في الحتة اللي دي، واخد بالك، لحلفت أني لم أرى أحدا أعلم من عبد الرحمن بن مهدي. قال أبو عيسى والكلام في هذا والرواية عن أهل العلم تكثر، وإنما بينا شيئا منه على الاختصار ليستدل به على منازل اهل العلم، ان حتى اهل العلم اهل الثقات دول درجات فوق بعضهم كمان. يعني حتى الثقات الضباط دول برضه درجات فوق بعضهم. وتفاضل بعضهم على بعض في الحفظ والاتقان، ومن تكلم فيه من اهل العلم لاي شيء تكلم فيه. قال ابو عيسى والقراءة على، هيتكلم بقى في قضية ثانية. خلصنا بقى التوثيق والجرح والتعديل، وان حتى الموثقون درجات فوق بعضهم البعض. خلص هذه القضيه، عايز اتكلم في قضيه ثانيه، طريقه التلقي من الشيخ. هل بانك تسمع الشيخ هو اللي بيقرا، ولا انت تقرا والشيخ يسمعك؟ ايهما اوثق؟ فهم؟ يعني ايهما اوثق، ان الشيخ هو اللي يقرا وانت تقعد تسمع، ولا انت تقرا والشيخ يسمع منك فيقرك؟ فهم؟ اختلفوا العلماء، بعضهم قالوا يستويان زي الامام البخاري، عنده الاثنين يستويان، المهم يثبت اللقاء. فهم؟ وبعض العلماء قالوا لا، لو كان الطالب مستواه في العلم عالي يبقى يستويان، ده كلام ابن حجر العسقلاني. لو كان الطالب مستواه في العلم عالي زي الامام البخاري لما يروح يسمع زي كانه بيقرا. الامام الشافعي ما يروح للامام مالك، ما يسمع الامام مالك كانه بيقرا على الامام مالك. الاثنين يستويان، عنده القراءة والسمع. ليه؟ لأنه الطالب مستوى عالي
والعالم مستوى عالي، فالاثنين مستوى عالي، فيستوي قراءة الطالب على العالم والعالم على القارئ على الطالب. ليه؟ لأنه الطالب لو قرأ لا يخطئ، لكن لو كان الطالب لسه مستوى ضعيف يبقى قراءة العالم عليه أقوى، لأنه بيتعلم ضبط القراءة، بيسمع. فهمت بقى إزاي؟ وبعض العلماء قال لك لا، ده قراءة العالم على التلميذ أضعف. يعني في ثلاث مذاهب، شوف بعضهم قال لك يستويان، بعضهم قال لا ده قراءة الشيخ على الطالب أعلى، والتاني قال لك لا ده قراءة الطالب على الشيخ أعلى، لأن الشيخ لو أخطأ يستحي الطالب أن يصحح له. فهمت ازاي؟ وبالتالي يبقى قراءة الشيخ على الطالب أقل، لأن الشيخ قد يغفل فيخطئ أحيانا بسبب ضعف البشر العادي، يقوم يستحي الطالب انه ايه يصحح للشيخ. ومش كده وبس، كمان وبعضهم قال لك ايه، ان الطالب لما يقرا على الشيخ، الشيخ هيصحح للطالب النطق ويكون منتبه اكثر من انشغال الشيخ بايه بالقراءه. وبعضهم قال اذا كان الشيخ يقرا من حفظه ولا بيقرا من كتاب، اذا كان من حفظه فقراءه الشيخ على التلميذ اوثق، ولو كان بيقرا من الكتاب فقراءه التلميذ على الشيخ اوثق، لان قراءه الكتاب قد يختلط عين الشيخ فيقرا سطر مكان سطر، ينط اسم. شفت التفاصيل دي كلها؟ مناقشات في كيفيه التلقي، ومذاهب واراء وشغلانه كبيره. والامام مسلم بن الحجاج كان يرى الفرق بين قراءة الشيخ على التلميذ فيسميها حدثني، وقراءة التلميذ على الشيخ فيسميها أخبرني، ويميز بينهما بحدثني وأخبرني، والإمام البخاري لا يميز بينهما، وهكذا. يبقى دي آراء مختلفة في طريقة التلقي. الإمام البخاري عشان مستوى عالي، الاثنين كله زي بعضه، مستوى التلميذ عالي، لما يبقى التلميذ مستوى عالي خلاص ما تستوي عنده أرى أو سمع، لانه مميز. فليه الامام البخاري ليه حق يقول لك كده؟ الاثنين زي بعض، عند الامام البخاري ومن كان على مستواه. فهمت بقى ازاي؟ لكن لما يبقى تلميذ لسه صغير، نخش في المذاهب الثانيه. يبقى المذاهب اختلفت باختلاف ايه حال المتلقي. فهمت بقى ازاي؟ فهنا هيخش بقى في طريقه التلقي، هيتكلم على اسلوب التلقي من الشيخ. قال أبو عيسى: والقراءة على العالم إذا كان يحفظ ما يقرأ ما يقرأ عليه، أو يمسك أصله، يعني إما يحفظ يا إما يمسك أصله مع الكتاب، يعني فيما يقرأ عليه إذا لم يحفظ هو صحيح عند أهل العلم مثل السماع. يبقى ده كل ده صحيح، صحيح في الرواية، لكن أيهما أوثق؟ الخلاف بقى لمسألة ثانية، لكن ده تم السماع خلاص، تم السماع وتم اللقاء. زي انتوا دلوقتي قاعدين تسمعوني، لكن بعضكم يتفاوت، بعضكم يجيد اللغه العربيه فيفهم كل كلمه بقولها، بعضكم يفهم اللغه العربيه نص نص، في اما نص الكلام والنص التاني مش فاهمه. فهمت ازاي؟ بعضكم جاي وكان سهران امبارح فبيسمع كلمه وينام في كلمتين. فهمت ازاي؟ كل واحد بيتفاوت على حسب ايه درجه فهمي. وبالتالي الطلبه مع الشيخ مختلف. الشيخ نفسه في يوم يكون الشيخ نشيط فبيتكلم ما يغلطش من شدة نشاطه، يوم تاني الشيخ كان اليوم اللي قبله تعبان ومسهران وكان عنده آلام وخد دواء وجاي يدي الدرس، فيبقى ايه جاي لسه مش في كامل نشاطه، يجي يتكلم ممكن ينسى كلمة يعدي. فهمت؟ تتفاوت الأحوال. فهمت؟ تتفاوت، لأن الإنسان في كما في دوام اختلاف الأحوال والأعراض، لأن احنا أهل أعراض. الدائم الباقي الذي لا يتغير منه والله بس، انما كل ما سوى الله يتغير. وعن ابي قال: حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال قرات على عطاء بن ابي رباح فقلت له كيف اقول؟ فقال قل حدثناه. شفت؟ هو بيقول انا قريت على الشيخ، فبقول لما قريت على الشيخ، لما بلغ عنك يا مولانا اقول ايه؟ قرات على الشيخ ولا اقول ايه؟ قال حدثناه، حدثني فلان. يبقى كان يرى ان الاخبار بمعنى التحديث. فهمت بقى ازاي؟ الاخبار بمعنى التحديث.
وعن أبي قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا علي بن الحسين بن واقد عن أبي عصمة عن يزيد النحوي عن عكرمة أن نفرا قدموا على ابن عباس من أهل الطائف بكتب من كتبه فجعل يقرأ عليهم. سيدنا عبد الله بن عباس كان يلقن العلم في شبابه وهو طالب العمر عدى 100، فناس كتبت منه كلام كتير ايام شبابه، جم عليه بعد ما كبر الامام ابن عباس ونظره ابتدى يدعم بالكتب اللي هم كتبوها من فمه وادوها له عشان يقراها، فابتدى يقراها بقى يلخبط، نظره ضعيف والخط مش واضح فيسقط كلمه يعمل كلمه، فهمت ازاي؟ لان حال الشيخ لما بيقرا في الفتره دي كان نظره ضعف وكبر في السن، فهمت؟ قدموا على ابن عباس من اهل الطائف بكتب من كتبه فجعل يقرا عليهم فيقدم ويؤخر، فقال اني برهت لهذه المصيبه. يعني ايه المصيبه اللي جات له؟ بسبب ايه؟ ضعف نظره، لانه هو عمي في اخر حياته. فاقرأوا علي، قال لهم اقرأوا انتوا بقى علي، يعني انا مش شايف كويس، ما كانش فيه نظاره، ما كانش فيه كده. فاقرأوا علي، المصيبه هنا اللي هو ضعف البصر. اني بلهت لهذه المصيبه. فاقرأوا علي فان اقراري به كقراءتي عليكم. يبقى ما ايه؟ يبقى سيدنا عبد الله بن عباس راى ان القراءه على الشيخ تساوي قراءه الشيخ على الاثنين زي بعض. وإن كان بعض العلماء استدلوا من القرآن إن قراءة الشيخ على التلميذ أعلى لقول الله وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فالتلقي يكون من الأعلى للأدنى. فهمت بقى؟ يعني بقى يقعدوا بقى يتناقشوا كتير، العلماء بقى يقعدوا يناقشوا بعضهم كتير في مسألة إيه أيهما أعلى، لكن كله عالي. سواء سمعت من الشيخ أو قريت على الشيخ كله عالي، بس هما بيحاولوا يبحثوا أيهما أعلى في العالي. فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن منصور بن المعتمر قال إذا ناول الرجل، دي طريقة تانية إيه اسمها المناولة. المناولة دي غير بقى طريقة السماع أو القراءة على الشيخ. يبقى عندنا ممكن التلقي يكون إما بالسماع من الشيخ أو بقراءة على الشيخ أو بالمناولة، إن الشيخ يناولك كتاب ويقول لك ارويه عنه، فهمت؟ يسموها المناولة. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا علي بن حجر حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن منصور بن المعتمر قال إذا ناول الرجل كتابه آخر فقال اروي هذا عني فله أن يرويه. يبقى دي طريقة من طريق اتصال الإسناد وهي المناولة. انت بتشتري من اللي الفه؟ المناوله هنا من كتاب انا الفته، زي انا مثلا كتبت الصلوات اليسريه على خير البريه وشرحها باسماء الله الحسنى، فده كتاب انا مديهولك واقول لك اقراه، دي اسمها مناوله لان انا صاحب الكتاب، فهمت؟ لكن المكتبه ده بياع، ده بيبيع. لما تشتريه بقى من المكتبه تروح للشيخ اللي الفه تقراه عليه او يناولهولك يقول لك هو ده كويس، طبعا دي كويسه اقرا، بيبقى ساعتها تمت المناوله. فهم؟ وعن ابي قال وسمعت محمد بن اسماعيل يقول سالت ابا عاصم النبيل عن حديث فقال اقرا علي فاحببت ان يقرا هو، فقال اانت لا تجيز القراءه وقد كان سفيان الثوري ومالك بن انس يجيزان القراءه على الشيخ؟ يعني بيلومه، يعني يقول له انت عايز انا اللي اقرا عليك؟ طب ما انت تقرا عليا زي ما اقرا عليك، ايه المشكله؟ ما كان مالك بن انس يجيز القراءه على الشيخ، فهمت ازاي؟ الامام الشافعي نفسه قرا الموطا على الامام مالك، بقراءه الامام الشافعي على الامام مالك من حفظه رضي الله عنه. أأنت لا تجيز القراءة يعني على الشيخ وقد كان سفيان الثوري ومالك بن أنس يجيزان القراءة؟ وعن أبي قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي
المصري قال: قال عبد الله بن وهب: ما قلت حدثنا فهو ما سمعته مع الناس. يعني من كلام الشيخ في وجود ناس يقول حدثنا، ويكون اللي بيقرا الشيخ، فاهم؟ وهو في وجود جمع يقوم ساعتها يقول حدثنا. طب لو كان الشيخ بيقرا وهو لوحده يقول حدثني. طب لو هو اللي بيقرا على الشيخ في وجود جمع يقول اخبرنا، او بيقرا على الشيخ في وجود جمع يقول اخبرنا. طب هو اللي بيقرا على الشيخ منفردين يقول اخبرني. يبقى في بعض العلماء يميزوا. الامام البخاري عنده كل ده واحد، معناه واحد ما بتفرقش، فاهم؟ ده الامام البخاري، لكن بعضهم يميز. قال عبد الله بن وهب: ما قلت حدثنا فهو ما سمعت مع الناس، وما قلت حدثني فهو ما سمعت وحدي، وما قلت اخبرنا فهو ما قرئ على العالم وانا شاهد، وما قلت اخبرني فهو ما قرات على العالم يعني وانا وحدي. ونفس التصنيف ده، التعريف ده والتفريق بينهما، ذهب اليه الامام مسلم بن الحجاج في سننه، في صحيحه، كما شرحنا ذلك ايام ما كنا بنشرح صحيح مسلم. قال: سمعت ابا موسى محمد بن المثنى يقول: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول حدثنا واخبرنا واحد. يحيى بن سعيد القطان يقول حدثنا واخبرنا واحد زي الامام البخاري، الامام البخاري برضه رايه كده. قال ابو عيسى: كنا عند ابي مصعب المديني فقرئ عليه بعض حديثه، فقلت له: كيف نقول؟ فقال: قل حدثنا ابو مصعب. بالرغم ان قرئ عليه، كان على المصطلح الاول يقول اخبرنا، لكن قال قل حدثني، يبقى ايه معنى واحد؟ ايه عند بعض العلماء. قال ابو عيسى: وقد اجاز بعض اهل العلم الاجازه، واذا اجاز العالم لاحد، يبقى مجرد يجيزه يعني يقول اجزتك، يبقى من غير مناوله ولا حاجه، اجزتك ان تروي عني اسانيدي. فهمت ازاي؟ دي اسمها الاجازه. واذا اجاز العالم لاحد ان يروي لاحد عنه شيئا من حديثي فلو ان يروي عنه. وطبعا الاجازه هي اضعفها، لانه لم يقرا ولم يسمع، اضعف حتى من المناوله. يبقى عندنا السماع من الشيخ او القراءه على الشيخ دي اعلى درجه، بعد كده تاتي المناوله، بعد كده تاتي الاجازه، لدرجه انه ممكن يجيز الايه المعدوم. يعني ايه؟ يقول لي اجزتك واجزت ذريتك من بعدك، وهو لسه ما اتجوزش، او مراته حامل لسه ما وضعتش، فيجيز الذريه حتى. يجيز الايه؟ يعني يجيز العلماء اجازه حتى ايه غير الموجود، وكذلك المجهول. يقول له: واجيز من تجيز، وانا ما اعرفش انت هتجيز مين. فهمت ازاي؟ كل دي وسائل لايه؟ لنشر العلم يعني. وعن ابي قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن ابي مجلز عن بشير بن نهيك قال: كتبت كتابا عن ابي هريره رضي الله عنه فقلت: ارويه عنك؟ فقال: نعم. وعن ابي قال: حدثنا محمد بن اسماعيل الواسطي قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف الاعرابي قال: قال رجل للحسن: عندي بعض حديثك، ارويه عنك؟ قال: نعم. قال ابو عيسى: ومحمد بن الحسن انما يعرف بمحبوب ابن الحسن، وقد حدث عنه غير واحد من الائمه. ونكمل غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يسر امورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.